هاي حصيلة أبويه كيس من مدبوبة لين عينها، ها لين عينها حصيلة توحة وحدة ما شاء الله تبارك الرحمن، وما بأي سمك عادة عاد وعلى كل جش كامل كيس جش ما شيء إلا صبيطي واحد دار بينهن، هذا عاد غرام هل الكويت أبدا قطو فرن بمصير يدوخ الكويتي بيموت على الصبيطي والنقرور بيموت عليه الكويتي غرامة أي لا إله إلا الله. والجشة هاي عاد الصفرة بزودها عاد هاي من زود السمن فيه غادية ذهب ذهب ذهبية جولدن جولدن فيش هذا حلال بن محمد عاد نزله لا خلني أصورك إيه إنه خذ بطل ما شاء الله عليه. شوف شيري 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 شوف كم كبرة ما شاء الله يا هلال ما شاء الله ما شاء الله سبحان شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء كبر السيارة ضكة ضكة هلال يمكن ينبر ما بيت نسخ هلال بس هلا قال أبوي انتهت أبوي حلقة الصيد اليوم يبنها الصيد الوفير ما شاء الله تبارك الرحمن وهاي البوي البحري ياسيني فرسون وحين جري بنوصل وهذا البيت هذا ها صبيطي هذا راويناه صورناه تو حق سليمان القصار ابو داوود في امريكا خليناه يتهلع عليه تصيح اذنيك يا ابو داوود تصيح اذنيك وصلنا عاد الحين احتشالي خلص عينا من الله خير وصلنا الصيد وان شاء الله باكر بعد ما بنسير العصر بنسير في الليل اذا الله جعلنا من الحي بنسيرتنا ويتنا ساعتين ساعتين ونص ما شاء الله وينا ولان ابوي الفص قدامنا فص عويس يا حافظ الله على فص عويس والرطب بعد ما بأي فص ها من الطيب يعني اللي مره لولايتي طول الرايبتين الوحده ها رايبتين شكري خالد بهلال ها ولا يبين في السياره ما شاء الله عليه يلا شلبي حد شلبي حق السياره انزين عاد حق الصلاه ها غايته صلاحي تاخرنا اصلا بعد نسيت حياة سالم بن سيف القبيسي شبلاك وقيل الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو هذا ما شاء الله علي بن سالم علي بن سالم أبوي طبخون ونفخون يجون يجسمون هنا على العمال جزاهم الله خير هذا علي بن سالم يصدق عن حياة أبوه ويسوي دفاعة بلا عن أمه عوشة الله يعافيها إن شاء الله هذا علي بن سالم مظهر دفاعة بلا عن أمه يصدق عن حياة أبوه يس ما أقول لك شنيوب غرق يمل ها هذا ها الشبر يدرول بينا يلا شوف لين يركب ايه ها سيارة ما فيها انا الله تصيرك اي شوي شوي جني خلصوا عاد الحين من اصبوي الصلاه كلهم يتيامعون في بيت علي بن سالم ناكل خيم العود يتيامعون كل هالشباب الكبار ابوي ناخذ انا ما يعيبه الضويل ولا يعيبه تعيبه الزحمه ما يلس انا وهو وخالد ولده واليوم عاد غدانا نيسر مشواي وصافي مقلى ومطفي جش وين هاي الخالد اللي يطيرون دوم يجون انا اول مره اشوفهم طراد محمد بن سيه ابو مرزوق هذا احنا يعقون في الغزل عم خلينا كستور عايم بخار ودرنا غزل هناك شو السبب ان مفج مضيج علينا في الطراد ودرنا هناك ها توكلنا على الله عاد الحين نفضي بس الظهر البارحية يا غير الفرق بين البارحة واليوم اليوم مرتاحين والواحد جايين عن طريق تعبانين مخيبة هاي حصيلة أول توحة شو ما شاء الله صافي إيه هذا أبوي صافي كله صافي ما شاء الله العنفوز العنفوز وين ما تدور السمكة الزينة تلقطه موجود حرسن يعني تقريبا مثل الحرس سكيورتي لكن جليل اللي ياكله يتهلعون عليه يعني وايدين ياكلونه
يتهلعون عليه خاصة مشواي يعني، لكن الحين ما حد ياكله. فلذلك نحن من ينشب في الغزل احنا سير اي ها في دعت الله يلعن فوز اخوها ثنينها توحى هيك ناشبات ثنينها هذا الثاني الحين بنتوحى هذا بخبركم عن سالفته قبل هذا يوم يقول لك غراب وحال على ياسمينه شي مثلول لك ها مثلا هاي الياسمينة هاي اسمك والعم فوز هذا هو الغراب يعني اجمل وي هذا هلش خيلي صغيروني واقبح وي هذا ها هاي يوم يقول لك اثنينه ما يتوالمن اي بما معناه ما شيء تكافئ ما شيء يعني يوم يقول غراب وحال على ياسمينة يعني شيء زين شيء خوب وشيء خراب هذا الخراب وهذا الخوب عارف ما يعرف تحيدون سالفة غراب وياسمين الفريد القبيسات تمسات يوم رمضان يوم الريال هذاك يوقف عند الريال هذاك ويصور عند البعض فشبهوا هذاك بهذا فهمتوا؟ فهمي ولا أنا فهمي العارف ترى ما يعرف يوم يقولون لوادم الخيبة يوم يقول لوادم خسك الله يوم يقولون العرب خسك الله يويه العنفوز أنا ما أشوف فيه شيء العنفوز ويه يعني أشوفها متردد صدق انه محترج صنباخ يا غير ما بشين يعني بدنا يعني حين هو عاد هذا ما بس اسمر هذا اسود مره محترج بلاكي جالب على زرقه حش نحن ما شيء الا ابوين رخصه ويا ربيعه يا رحمان ابوي مع السلامه اي جهان دوخ ربدت حليل هم ضاربين وي على غسيله ميتين من التعب ما عليك باس ويحب الله انا مبتلي في الصور كل حد ابوي يصور انا اخذ ابوي يصورني وانا اصور والله انك انت هاي صياد رايح اصطاد وصادوني بس بتصور بسك بتصور فين استغل ادري ما شاء الله تبارك الرحمن هاي الحين التوحه الثانيه انطخت ويتيس لين عينها انطختين عينها وهاي هالقابطة حبوبيها حق الشاي هذا الحين مثلا هذا جاي عامي بالجيتسكي ماله هذا الحين شو غلطه هذا بيخرب علينا نحن هذا نحن قربه نحن ما نبغى والله يا ابوك يا غير التحراها نفاذه خاطفه علينا نفاذه هب 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 هب, هب الله اكبر عليك شل الدنيا يعني نسب بعد حوالي 12 او 13 بدحه لكن مدح البدح العادي لا بدح كريبي شوف كم كبر هالوحدة لا كم من يوم عفد لي واحد من ربع يسمونه سرور الهاملي لا غلط ابوي ما يسمونه كريبي كرابي بعد كرابي ترى في شبه وايد بين القابطة والبدحة يا غير هاي تحراها القابطة بنت عز وهاي عفان الله بنت فقر محمد ايه بلاك تنعر عن ابو حمار انت صد ياي كاميرا ما يريد يشوف؟ لا هلالي مدح واحد من جماعتهم يقولوا عيونه ما شيء خير عنهن قلت ابوي وين يا عيون ما شيء خير عنهن يا غير تيل تحددون تيل القردوب الاول القردوب الخمس تيل عاديات يعادل القردوب واحد القردوب يعني روحة تيك شرات لشلقة فيها شوف الله عليكم ما زين المنظر شوفوا ما زين المنظر تلوموني يوم اجيب البحور وديت عادله وغيره ما بين سنة ابو محمد وين غرب 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 شوي يوم نقولكم في كل عين اسمك في كل عين اسمك ها شوفوا حاب تقولون ما حد قال لكم ها في كل عين اسمك ما شاء الله مرضان مراضيم السمك مشاتيت كل مشات اطول عن الثاني ما شاء الله تبارك الله حد يفتت وحد حتى ثلاث ساعات ما كملنا مشتلين الساعة خمس وحين شو ما شاء الله تبارك الرحمن ثلاث ساعات الحين ابوي تشيس ممزورة والثاني مناصر والثالث ابوي هاي تشي كودوبها هيلة بيس تكويد بهالجو الغاوي وهل يلس اللي تسوى الدنيا وصلنا الفريق وصلنا بحفظ الله ورعايته هذا بيت الهلال ما شاء الله علينا خطر علينا ندخل البيت بالطراد خطر علينا ندخل بيت ثلاث خطوات بالضبط ما شيء بعد ها
ابوي هذا التصوير مخصوص للي يقول انه هذا ما بموسم الصافي، وموسم الصافي شهر 10. ابوي الصافي، ابوي الصافي يباله ابوي واخذه يباله عرب الدلوي مكانه، وش قال التوح له، وش قال وكم يستغرق توح وطريقه التوح. هبل ابوي ياخذوه غلوه الحين اللوادم يوم تعرف المكان والدل وين رعيه وين يرعى نحن نسير. ونحن بارك الله فيكم ندل حتى مياريه وين ييري، ونحد له ابوي في ميراه ونسكر له ونصيده ادب وخساس. والاهل يطرونه وانه ما بموسم وما بموسم، هاي الاهل بالجراجير عقوا القرقور نهار ثاني شلوه. ولا ما شاء الله تبارك الرحمن من في خلال ساعتين يتب له ثلاث كيس، كل كيس فيه اكثر عن 25 كيلو. منو هذا؟ قال لك ابوي ابعث رجال ولا تبعث دراهم، لانك ابعثت بالرجال ياتونك بالدراهم، شو تحرنته وعقبي. ما في عينهم قطره، ما يسوون شف طعام رادي ولا هذا عاده قبل الليوه. شو هذه؟ وعشاء محمد هاي عشاي اليوم انا، هاي اللي نمه، هاي اللي نشوفها حي بعدها، وهالقابطه وصافيه ثلاث مجات هبا. الله عاد انتهت رحله الصيد اليوم، وما شاء الله اليوم ما بقت بالفشل شرات البارحه. اليوم غاوي السيره الحمد لله. اليوم بنسير البحر في الليل ولا لا؟ ان شاء الله. ساعه كم؟ الساعه 10:30. زين بارك الله فيك. 10:30 وايد انت. 10:30 زين. عاد الحين نحن مسيرين على علي سالم ابو خليفه، هذا بيته بينه وبين بيت هلال 200 متر تقريبا. لكن ما شاء الله ميلسه كم كبرت يا معون خلق الله، ما خلق كل هالفرجان تيامع عنده، على الله يحفظه. مسوي لهم مكنب لين ضيعتن همه بتلقطع عنده، لين ضيعتن همه بتلقطع عنده مكنب حق السائر والياي. شوف الله عليكم، سمعوا دحة الماي ما زينها، ها سمعوا دحة الماي، سمعوا دحة الماي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بيت هلال، ها 200 متر تقريبا او 150 متر، وهذا بيت علي سالم على البحر. ها بعد قوس هبل، هذا ما تدخل، هذا هاي خيمة الشتاء، وهاي جلستهم غير بان جلسة الليل عاد داخل ميلس العود. وهذا ها هاي الخيمة الشتوية عاد بيت الشعر، وهاي غرف الضيفان اللي بيون ناس العاديين يعني، وهاي بيوت هاليتهم. هاي تفل بعد من دورين، ها كلها من زجاج، هاي شي حق كبار الشخصيات يوم بيونهم يعني، ناس حد من اللي معول يعني يوم حد بيون. وهذا الميلس العود عاد شو ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك عاد المغاسل اللي رويكم اكمل بداميات اللي كم. ها المغاسل ها وين دايرات، وهذا مطبخ تحضيري، وهاي غرفة الطعام. شيء طبيعي ناخذ هاي متواكل، يبانا نتعشى ويبانا ندخل البحر الحين حق دفارة الليل. بس تلايا ولا يبات اخذ ظهر الحين. هذا ما زين الا البحر يا ابوك، ما زين والله يا ابوك، انه يطول العمر نشاهد البحر. شوف رملة البحر في ابو ظبي تختلف عن اي رملة، ها ما تتلصق في اليم، ها 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 شوف ما شاء ها ها ما تطلع، ها ها شوفوا ها. وايدين يشبهون رملة سيفة ابو ظبي بالبضاعة، البضاعة تعرفون هالشيء، على البضاعة اللي يحطونها في الراس الاول يوم يتعقصن الحرمات ثلاث ساعات، حد من الحريم الاول يخلطن البضاعة والياس والمحلب والزعفران، ويلوصن ابوي على في خمرة روسن. سبحانك يا رب. هي ولا وتازم ريحتن تعطط مسير يومين، هبا الحينة ريحتن تحت الحايمات الله بالمستعان. قلت لنا يا شويلي اللي نمه هو والقابطة وصافية ثلاث مجات، الحين بنطالع كنا خدامش يا البرمة الريال منا والحر. يوم يقولوا لي وين الصافي ها شوف يوم وين الصافي بس مقلى، لا يا ابوي ها ها شو قال بطني بيتفتق من الشحم، ها طاعوا من داخل بطنه. هاي القابطة، هاي القابطة، وهاي البدحة، وهاي اللي نمه. انزين شو عاد لي يفت الانتباه؟ شوف الله عليكم، شوف الشحم، شوف الشحم
هالبياضة اللي في نصيفه هاي ابوي شحمت البطن، هاي مالات يحبوا بياهنا. شو اللي ينمه والصوافي هنتين والقابطة، هاي مالاتي انا. وين مالاتي انا؟ مالي ها، مالي انت هذا، هي هذا هذا والقابطة مالي. لا القابطة والله القابطة مالتي قايل لك من قبل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اوه يا سلام. شوف ها هذا عاد الحين الصافي مقلع، هذا هذا حق هلال ولده خالد وهلال. انا ابوي ما اكل المقلع، انا عندي مشواي. شوف ايش قايل حمر، نحل مقلع نسوي مقلع مدرسي. مقلع مدرسي شو يكثرون للكركم ويخلون فلفل حمر نعيم بودر خفيف ويجلونه. ويازم عاده من الطابي سيد على على العيش، هبي تريوني اللي يفغل اللي غادي يتلج عسبي غادي يتخرخت كان بسكوت. عسب انك اذا تسير وتحطه في الحراره وتقرطسه يلين، لكن اخير شيء تنزل من التاوى سيد على الاكل. وايدين يفضلون ان السمك يكون يعني يتخرخش، ما يغادي يتخرخش السمك الا اذا انك من التاوى سيد على العيش. نزلت من التاوى والطابي وهم قال له تسع حاف يتخرخش ولحفت ولا قرطسته ازم يتمايط يغير يلود. فلذلك شوف الحين اللادمي يوم بيشتهي المقلى، المقلى الحاف، المقلى الحاف شيء طوابي شيء طابي حتى يشل من سمك. يوم عندك عزيمة هاي الساعة تبى بياض الويت تبى شيء النكل، كيف بي النكل وهو يحط لنا بارد مثلج؟ ما حد بياكل، بياكلون وحده ولا شبه وحده ما بيكملوا الباقي. يوم تحط في بالك تبى الوادم تاكل من الودام اللي انت حاط لنا لازم ابوي حار هاي الساعة ضوي الطابخ تحطه قدامهم بياكلونه. اصلا تغدي له نوخه ويغدي حار وريح تخنينه وفنان، خاصه يوم عاد العيش لبتي لين شويه. يا سلام يا سلام. هذاك وين المطبخ؟ وهذا هذا شو الحين حاطين الاصماط الحين من الباب لين المحراب سيده ما شيء يصير وتعال. وبالاخص السمك، السمك ابوي اذا ما تحطه يدخن هاي الساعه ولا ابوي عباره انت ما تبل وادم تاكله، لو تباهم ياكلونه حطيت لهم اياه حار. هاي بس ها شوف ها روح ها تحرى برنوس ينشل عن هالقلت ها شوف شوف شاد بلعي ها شوف شوف ها كلها من زود الشحم والسمن. يا سلام سلم يعني ما كل عيش وايد ها شوف ها قوت على يموت. هالي نمه كانت هني الله يرحمها حيات لي نمه، الحين بنبتدي في القابطة وبعطيكم التغرير إن شاء الله. أول بادي ها تشس الرأس فتظهر عدها ها شوف بطل روحه مش تظهر ها شوف ما شيء يتم منها. عاد الحين هاي الحلقه الثانيه شوف ها شوف ما يبالي دق طبول. يا سلام يا فاروق ابوك سكر الباب شيء شعراتها السمكه. ساعي ما اخبركم اقول لكم ان الصافي اذا تيبه بلي غطاء ها شوف ها اسمعوا ها بسكوت. والراس ما يعقون ها ها الراس ها مقلى وحاف مره شوف ها ها بسكوت ريج. يلا يلا خالد يلا فوق 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 عاش السمي عاش السمي. يلا الحين دخلت الليل عاده فارت الليل الحين بدات الله الفريج عاد في مال الحين. يلا الحين الساعه 10 ان شاء الله انه برد قبل الساعه 1 اذا الله راد. سريتنا الليله هبشرات البارحيه سريتنا ابوي مكان بعيد شويه فتشف فتشف والله حبينا أبجل أبجليلة. إيه هداة الله هداة الله عاش الفايز عاش الفايز عاش الفايز.